كابتن اول شيء يعطيك الف عافيه. مباراه كانت صعبه، بدايه الموسم صعبه، اول ما بديت الموسم مباراه اسيويه، شو بتحكي لنا عن المباراه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين. يمكن نتيجه انا اعتبرها ايجابيه في ملعبنا لان ما تسجل علينا جول، فهذا شيء ايجابي لنا. اكيد يعني مباراه تلعب ضد نادي كبير مثل نادي الهلال، لابد ان انت تفتتح موسمك بمستوى ايجابي. لازم في اغلاط، لكن اتوقع ان من اول مباراه لنا في هالسنه الحمد لله قدرنا ان نحن نجاري الهلال اللي يمكن جاهزيتهم افضل منا، الحمد لله رب العالمين. لكن احب اقول الف الحمد لله على السلامه، احب اخوي نواف العابد، اقول ان شاء الله ترجع الملعب في اقرب وقت، ان شاء الله ما فيك الا كل عافيه ان شاء الله. ومن لاعب مثل نواف الواحد يعني اتمنى دائما اشوفه في الملعب، نتمنى انه يرجع بالسلامه ان شاء الله. تحب الخصم القوي، تحب مباراه قويه؟ طبعا كرة القدم هي اصلا تتكلم عن الخصم القوي، اذا فريق مثل نادي الهلال تلعب ضده اكيد انك انت راح تتحمس، حضور اتوقع الجماهير كان اليوم زين، فمثل هالاجواء الواحد يتمنى يلعب فيها. شو تحتاجه في الاياب؟ الحين خلاص طوينا هالصفحه، اكيد المدرب راح يراجع السلبيات ويستمر في الايجابيات، وان شاء الله في الاياب ان شاء الله وقت ان شاء الله كل حاجه تكون حديثه. شكرا كابتن، شكرا.